أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ربنا لقد استكبروا في أنفسهم عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ حق للرحمن وكان يوما على الكافر عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون يخاف عليكم عذاب يوم عظيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض السماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض